الشعر الجميل جينات، كم مرة سمعتوها وكم مرة كنتوا ترددونها؟ والصراحة أنا كنت واحدة من عندكم لين ما تزوجت وجبت عيال والشعري خرب ولا رجع أبداً. الشعر الحلو جينات، لكن العناية والاهتمام أهم، لأن لو ما اهتميتوا جيناتكم ما رح تصمد. عندكم عوامل كثيرة رح تأثر بشعركم، من الماي، استخدام الشامبو، البرودكتس اللي على شعركم، تطلعون برا، الشمس، الحمل، الولادة، الاكتئاب، أمراض معينة، كل شيء يأثر على شعرنا. وأهم شيء التغذية السليمة والصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن. لذلك أي شخص يقول الشعر جينات هو هذا إنسان متكاسل وما يريد يبلش اهتمام بشعر، لأن الاهتمام والعناية بالشعر هو سر جمال الشعر. جينات بروحها ما تكفي، لازم تستخدمون مواد صحية طبيعية خالية من المواد الكيميكال الهرمونز، تبتعدون عن المنتجات الشعر الرخيصة لأن فيها كمية كيميكال فظيعة. اهتموا بشعركم يا بنات، لا تطلعكم من التليفون، مشط شعرك بلطف، ولا تستخدمين منتجات سيئة ورخيصة، دوري على الزين لأن شعرك هو تاجك. أهم شيء مواد خالية من السلفيت والبارابين. إذا حابين توفرون جهد ووقت إنكم تدورون على منتجات ممتازة، مالكم إلا منتجات براميروز.